متى يحصل صلاح على هذه الجائزة من وجهة نظرك؟ 2022 فرصة صلاح تتخطى في رأيي 50-60% ببعض الشروط اللي ممكن توصلها ل 80-90%. هيكون مرتبط بفوز مصر ببطولة الأمم؟ هيكون مرتبط بشوية حاجات. أول حاجة حاجات مرتبطة بصلاح نفسه فردية، وصلاح بيعملها من أول شهر 8 اللي هيتم الحساب فيه لحد أعتقد أن الحساب هيبقى لنهاية كأس العالم. كل المطلوب من صلاح أنه يكمل السيزون بنفس اللي بدأه بس. لأنه صلاح حاليا وفعليا بقاله 5 شهور من 8 لحد يناير هو الأفضل في العالم وفقا لكل أوجه التقييم، محمد صلاح هو الأفضل. الموضوع الثاني انه لازم ياخد بطولة السنة دي، لانه الشروط او الضوابط او القواعد حتى شرطين منهم شرط الفوز ببطولة. الفوز ببطولة ده من شروط او من اللمبات اللي بتنورها لك الفيفا عشان تسيطر على اساسها، بس مش ده دايما بيكون يعني ليفاندوفسكي ما خدش بطولة كبيرة، دوري الماني دوري عادي يعني فبالنسبة لك الارقام بتاعت ليفاندوفسكي وتأثيره كان مزود على، بس عشان السنة اللي فاتت فعلا كانت سنة محيرة، يعني ما كانش فيها حد عمل كل حاجة بروعة، فكان ممكن مثلا لو ميسي خدها ممكن تقول ماشي مقبول، ليفاندوفسكي خدها مقبول، صلاح خدها مقبول، حتى لو كنت دخلت اسم رابع كان ممكن تتقبله. دي نقطة. ليفربول عنده فرصة انه ياخد بطولة سواء دوري او حتى كاس او دوري ابطال اوروبا. منتخب مصر عنده فرصة على الاقل ان شاء الله انه يكون موجود في سيمي فاينال او فاينال افريقيا، وطبعا لو خد البطولة دي حاجة تانية، وان مصر تصعد كاس عالم، ويا حبذا لو وصلنا دور 16. اذا الشروط دي اتحققت مع بعض انا اكد لك بنسبه 90% زي ما كنت انا متاكد واتكلمت مع حضرتك وقلت لك محمد صلاح هيكون في التوب 3، لان انا قاري الموضوع بيمشي ازاي والهوا بتاع الناس وبنتكلم مع الناس وعارفين بيفكروا ازاي. فلو ده حصل تاكد ان صلاح احسن لاعب في العالم 22 بيزن. طلع بيتسو موسيماني وقال لانه من افريقيا وبالتالي الامر صعب، لكن رد عليه زميلنا دانيال جورج حقيقه كتب بحاجه حلوه قوي في احصائيات وارقام رياضيه، قال له كتير جدا من الافارقه ما صوتوش لمحمد صلاح. يا برضو هو رد على كلام بيتسو موسيماني، شايفها ازاي؟ هل لازم عشان من افريقيا يصوت لصلاح او من اوروبا يصوت لليفا مثلا؟ يعني هو طبعا رد منطقي جدا. والغريب بقى ان السنه دي بالذات كان الاولى فيها ان كل في افريقيا يتكاتف مع صلاح، لكنه لانه كان الاسم الافريقي الوحيد وطبعا العربي الوحيد اللي في قائمه ال 11 النهائيه. كان في بعض السنين اللي فاتت كان بيبقى داخل معاه ساديو ماني بتاع، لكن السنه دي كانت فرصه لافريقيا ان هي تدعم محمد صلاح وهو يستحق. محمد صلاح موجود في التوب 3 مش باختيار الأفارقة، باختيار العالم كله، طبعا. وكان طبعا ضمن ال 11 في بداية عملية التصويت. فإذا انت لو صوتت لصلاح فانت ما بتدعمش صلاح كاسم، انت بتعمل ماركتنج للقارة الإفريقية. ده احنا لسه عايشين دلوقتي على 95 وجورج وايا. فالناس للأسف مش فاهمة ان حتى ده ليه بعد تسويقي، ليه بعد لدعم اللاعبين الأفارقة. يعني الدول اللي في افريقيا اللي عايشة على تسويق اللاعبين والبيزنس بتاع الكورة بتاعتها زي كوت ديفوار ومالي وغانا نيجيريا وكل الدول دي مش فاهمين ان لما لاعب افريقي يفوز بلقب احسن لاعب في العالم ده على المدى القصير وعلى المدى البعيد هيدعم حتى بيزنس الكوره في افريقيا. هيبقى في اكاديميات قايمه على ده ان افريقيا بتطلع احسن لاعب في العالم. فطبعا هم مش فاهمين الموضوع ده. احنا كنا مقصرين، احنا كاتحاد كره مصري كان لازم يكون لنا دور في الفتره اللي كان فيها التصويت. كان طبعا ما بتكلمش عن الاتحاد الحالي لكن اللجنه السابقه، لان كان عندنا فرصة في مكاتب تنفيذية أفريقية قبل البطولة اتعملت، وكان عندنا فرصة نسوق لده ان يا جماعة ما محمد صلاح موجود ولاعب افريقي واجب زي ما بنعمل في انتخابات اتحادات عالمية. وزي ما كلنا بندعم شخصيات عربية أو افريقية في انتخابات. عدم حضور صلاح حتى لو عبر الزوم شايف انه بيزعل الناس؟ يعني ميسي كان موجود عبر الزوم، التشكيلة المثالية كانت موجودة، ولسه هكلمك على كريستيانو كان موجود بشحمه لحمه ودم. للأسف للأسف الحاجات دي بتفرق معهم كتير جدا، وهي طبعا ما بتفرقش على الصعيد الرسمي لان ما فيش حد بيوجه حد ويقول عشان محمد صلاح ما جاش ما صوتلوش، بس استيعاب الناس للحدث بدون وجود محمد صلاح لما يشوفوا ميسي وقاعد وعارف انه مش كسبان طبعا وقاعد عادي باللبس العادي البيت مش لبس، مش حتى اللبس الرسمي، حريص انه يجي يقول مجرد كلمين ويطلع على الزوم ويشوفوا محمد صلاح مش موجود، ده بيأثر عند الناس، بيدي انطباع ان ده لا متواضع. وطبعا محمد صلاح ابعد ما يكون عن الغرور، بس هو بيفكر بطريقة مختلفة شوية. أتمنى، وده طبعا شغل برضو الايجنت بتاعه رامي عباس لازم يكون ليه دور في ده، لانه هو المفروض يكون اورينتد. واعتقد هو اللي ليه دور في عدم حضور طبعا. هو اللي بيوجه، وده موجود في العالم كله. خورخي مندش ومينو رايولا وكل الناس دي اللي بتحرك نجومها وتقول لهم يعملوا ايه وما يعملوش ايه. فاتمنى، لان محمد صلاح ما حضرش غير ايفنت واحد اللي راح عشان ياخد بوشكش. فمش عايز محمد صلاح يوصل رساله للعالم سواء كاتحاد
او بالون دور او مصوتين ان انا مش جاي لما افوز. طيب ما انا لازم اخد عنك انطباع ان انت جاي ليفاندوفسكي. على فكره ليفاندوفسكي ده مش شخصيه متواضعه خالص، وانا اتعاملت معاه مش شخصيه متواضعه خالص وانا شفته عن قرب يعني وشفت تعاملاته مع الناس. لكن لما اون تايم عملت معاه لقاء وسالته، كان زميلنا حتى محمد المحمودي ساله قال له طب انت جاي وعارف ان انت ممكن ما تفوزش او مش هتفوز، طب جاي ليه؟ قال له دي فرصه ان انا اجي واقابل اصدقائي واحتفل بالفايز وما عنديش مشكله. فهي رسائل بيوصلها الناس والانطباع ده اللي بيتكون عنه. اتمنى ان محمد صلاح يتجاوز الحته دي. صحيح. محمد صلاح ما حضرش، اترشح في كل، طبعا من 2018 بيترشح في كل بالون دور وفي كل فيفا ذا بيست، وللاسف ما حضرش ولا مره. كنت اتمنى حتى عن طريق الزوم يحضر، وللاسف ده. اخر حاجه قبل ما اطلع لفاصل، كريستيانو رونالدو جائزه خاصه، هل كده نقدر نقول ان كريستيانو خلاص بدا بقى مرحله التكريم على مسيرته، اما انه ينافس على البالون دور او ذا بيست اصبحت صعبه؟ هو طبعا رونالدو عنده ثقه في ده انه الكيرف بتاعه الى حد ما بدا ينزل. بس رونالدو عنده من الذكاء، وانا متاكد ان الجائزه دي خصيصا لان ما كانتش موجوده جائزه خاصه، مش ضمن التسع فئات الاساسيه بتاعه الجوائز، هي اتصنعت خصيصا. والبنت الكنديه اللي هي هدفت برضو المنتخبات على صعيد السيدات اتكرمت كده على حسه يعني. يعني عملوا جائزه فاضطروا يكرموا رجال وسيدات. طبعا اللقطه دي لوحدها بفلوس. فكره ان رونالدو يكون الاسم الوحيد اللي يحضر ويتسلم الجائزه عيانا حتى احسن لاعب في العالم مع ليفاندوفسكي ما عملهاش، وياخد الصوره دي مع كاس ذا بيست، ده لوحدها تسويق وماركتنج وتفكير في مستقبل. بس اللقطه دي ما تستبعدش ان هي تخلي كريستيانو رونالدو يفكر انه يكون موجود في الملاعب اكتر، لانه هو عايز يوصل رساله ان انا لسه موجود ولسه ذا بيست حتى لو على صعيد الاهداف الدوليه.